استاذه شيماء من المنوفيه، اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك احنا من المنوفيه وبرضه المشروع بتاع البتلو دوت ما صرفناش منه. طب وطي التلفزيون يا استاذ. وقالوا ده كلام، ما فيش حد هيصرف من ال من ال من ال تعرفي توطي التلفزيون الاول؟ ماشي ماشي. انت ما شفتيش حد خالص عندك في القريه بتاعتك؟ انت منين في المنوفيه؟ يا شيماء احنا منين في المنوفيه حضرتك؟ انت معايا ولا قفلتي؟ لا انا مع حضرتك اهو. حضرتك منين في المنوفيه؟ احنا من المنوفيه، مركز بركه السابع. من بركه السابع. ما شفتيش حد خالص صرف في بركه السابع؟ يعني ال 100 مليون جنيه دول وال 35 الجداد اللي الدكتور طارق قال عليهم دول على ورق؟ طيب الطلب اللي انت قدمتيه جه الانتاج الحيواني عمل معاينه ولا لا؟ ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟ حضرتك هم احنا رحنا، واحنا يا جماعه عايزين، احنا رحنا وقلنا لهم يا جماعه احنا عايزين نصرف الكارد دوت. وبعدين؟ وبعدين قالوا انت ما فيش حد صرف من محد صرف. انت قدمتي طلب بعد اذنك؟ قدمتي طلب؟ لا ما احنا ما قدمناش، احنا رحنا للي في البنك وقلنا لهم. امال هتصرفي ازاي؟ يعني انا دلوقتي رايح اقدم على قرض عشان اخده اشتغل بيه، هيدوهوني من غير ما اقدم على طلب وياخد الاجراءات بتاعته عشان اصرف؟ ما هو حضرتك احنا قلنا لهم احنا عاوزين، قالوا لنا في ناس كتير قدمت. ما فيش حاجه اسمها قالوا لنا كده، بقى اسمعيني علشان تعرفي تاخدي حقك وتعرفي تستفيدي. تروحي بكره ان شاء الله لاداره الانتاج الحيواني او تروحي لمدير البنك قولي له عايز اقدم على قرض البتيلو، هيقول لك الضمانات توفريها له والانتاج الحيواني هيجي يعمل عندك معاينه، المشروع شغال والناس بتصرف. فهتقولي لي اصل هم قالوا لنا وقدمت طلب؟ لا ما قدمتش. طب ازاي هتصرفي؟ روحي بكره وانت في البنك كلمي الاعداد لو حصل معاك اي مشكله. بشكرك يا شيماء.